سلمى، اكيد بيسعدنا نقول صباح الخير وصباح مميز لدكتورنا الدكتور نبوغ العوة، اختصاصي في جراحة الانف والاذن والحنجرة، اكيد حتى نحكي اكثر عن انتان الطرق التنفسية العلوية وطرق العلاج. ويسعد صباحك دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يعني خلينا نبلش هيك من الامراض الاكثر شيوعا لجهاز التنفسي العلوي خصوصا خلال هي الفتره، فتره تبدل الطقس. هلا اهم الامراض هو بتنشط الفيروسات، راينو فيروس بسموها، في عندنا اكثر من 200 نوع من هدول الفيروسات اللي بتغزو الجهاز التنفسي العلوي وممكن تنتقل للجهاز التنفسي السفلي اللي هو القصبات والرئه. المقصود بالجهاز التنفسي العلوي هو الانف والجيوب بدرجه اولى، هذا كمحطه اولى، بعدين ممكن يتطور ويصل للحنجره ويتجاوزها للطريق التنفسي السفلي. هلا الفيروسات بتبلش على بروده الطقس تنتشر بالعالم كلياته، طبعا نحن جزء من العالم، وبتعطي الاعراض اللي احتقان بالانف، شعور بانسداد بالانف، حرارة خفيفة ممكن إذا تطور، قد لا تكون في حرارة بالبدء، إذا تطور أكثر ترافق مثلا رشح مع بداية التهاب الجيوب قطعا رح يصير في شوية حرارة، بعدين إذا قدرنا نعالجه بهالمرحلة هي نتجنب إنه ينتقل للحنجرة، إذا انتقل الحنجرة بصير في عندي بحث صوص، صار في عندي سعال جاف، بعدين بسرعة من الحنجرة بيغزو الطريق التنفسي السفلي، وهون الأسوأ لأنه صار في عندي إصابة رئوية قصبية بالأحرى ثم رئوية وبتتطور مع حرارة عالية قد تضطر إلى المشفى وما إلى ذلك. دكتور، إذا بدنا نحدد انتان الطرق التنفسية عند الأطفال، شو مدى خطورته وكيف فينا نحن نتعامل مع هذا الموضوع قبل ما يتطور؟ هلا ما بنقدر نتعامل معه الا بالحجر، وطبعا صعب الحجر عند الطفل انه نقول له ما يختلط، يعني يا اما بنبعته على المدرسه وهذا طبعا صعب، يا اما بدنا نحاول انه نعطيه شويه مثلا تعليمات انه كمان ما يختلط مع رفيقه، والاهم من هدول الحاجات اذا اجيتي للصراحه الاهل، يعني الاهل وقت بيشوفوا ابنه بلش يرشح او ترتفع حرارته او يعطس شو ما كان من المظاهر الغير طبيعيه، يعني الطبيعي انك انت ما تعطسي، ما يصير الانفيك، ما تسعلي هالكم سعلي، فانا وقت بشك بابني بلش هالشغل الافضل، يعني احتراما لبقيه الطلاب او لبقيه الاولاد الموجودين بنفس الصف او بنفس الكيجي او الى اخره، انه انا خلي ابني بالبيت. اذا ما خليته غالبيته ما عم نخليه، عم نبعته على المدرسه انه مشان يتسلى بحجه انه يتسلى بدي يخلقه بالبيت، او الام بيكون عندها بعض الالتزامات الصباحيه فبدها ما بتصدق امتى تخلص منه، فبالحاله هاي بيكون نقل بداية الرشح تبعه أو الفيروس اللي غزا طرق التنفسية لبقية طلاب الصف، النقل كتير سهل، عطسة صغيرة ضمن مجموعة كله صعب، كلهم صعب قطعا، يعني مجموعة الصف اللي هن غالبا حسب عدد أو حسب المدرسة في طلاب صوفي 60 طالب، في مدارس أوسع يعني شوي أكثر توسعا 30 طالب، شو ما كان العدد عطسة أو سعلة ضمن هالمجموعة قطعا الكل رح ياخذها، إلا اللي بينفد منها اللي مناعته كتير قوية ونادر ليكون بهالأعمار يكون عنده مناعة كتير قوية يعني. فهذا سبل الوقاية هي بتبلش من البيت، إنه إذا الأب والأم لاحظوا إنه ابنهم رجاء يحتفظوا فيه، لأنه ضف بس يصل للمدرسة مستحيل أعمل أي وقاية، بيعطس إجباري ولا بده يسعل فالكل رح ينعدم. دكتور، بنشاهد بعض الحالات عند الاطفال اللي هن بانه بيجي الانتان عندهم او الجريب او الرشح بينزل فورا على اللوزات، صح، فما بيعطي اعراض، يعني بنلاقي الطفل فورا صار معه التهاب لوزات بالبلعوم وصار بقى يتوجع حلقه يوجعه، هدول كمان قديش نسب الخطوره وكيف ممكن يعدي الاطفال الثانيين؟ هلا هدول بيكون عندهم لوزات نحن بنسميها لوزات جرابيه، يعني شكله ما هو شكل سليم، مثقب وعنده التهاب مزمن. كيف التهاب مزمن؟ يعني بيلتهبوا اكثر من 4-5 مرات بالسنه، نحن ما بيرشح كثير، بيلتهبوا لوزات تماما أكثر. هلا هو هذا بيكون مخزن الفيروس الجراثيم ضمن اللوزه، نايمين هاديانين، بيدخل الفيروس فيروس الرشح فبتضعف مناعته للولد، هالجراثيم الموجوده باللوزات، باللوزات دائما في جراثيم وليس فيروسات، هالجراثيم الموجوده باللوزات بتعمل هجمه التهابيه حاده، فبترتفع حرارته، بينعدى يعني من ذاته من تلقاء نفسه لانه دخل الفيروس انعدى من رفيقه او هو ضعف مناعه معينه، رشح شوي وبلش يحتقن انفه،
قامت هالجراثيم موجودة بضمن اللوزات عملت هجمة إضافية إلى جانب بداية الرشع، عملت هجمة لوزات، حرارة عالية، صار معدي أكثر، صار بيعدي أي واحد من رفقاته، صار بيعدي جرثومي إلى جانب الفيروس، صار بيعدي جرثومي. يعني نحن بنعرف إنه دخل الفيروس، إذا قدرنا نسيطر عليه ممكن انه ما يتدخل جرثوم مع الفيروس، بس تضعف مناعه الانسان. الجراثيم اللي عايشه معنا، كلياتنا عندنا جراثيم متعايشه ضمن انفنا وجيوبنا وحتى لوزاتنا او بلعومنا. وقت بيدخل الفيروس مقاومتنا قويه، قدرنا نقاومه مباشره، اكتفينا باصابه فيروسيه 3-4 ايام، حراره معتدله، اعراض معتدله، قضينا عليه. هذا كثير قليل. الاكثر انه رح يتحركوا الجراثيم اللي متعايشه معنا ضمن اللوزات او البلعوم وتعمل هجمه جرثومه، فبنلاقي الحراره ارتفعت اكثر، الولد تنعنس اكثر، صار مفرزات ملونه، كانت مفرزات مخاطيه صفراء خفيفه، صار لونها اصفر غامق او بني او حتى اخضر، وبصير اخضر هذا التهاب الجيوب حصن جرثومي، ما عاد في مسحه، فقطعا هذا صار معدي، يعني صار مثل ما بيقولوا موقوت على انه عدي كل اللي حوالي، فهون صارت اصابه اكثر. وهذا اللي عندهم لوزات تتكرر التهابها، النصيحه انه نفكر نشيلها. علميا اكثر من 5 مرات التهاب لوزات متكرر حاد قيحي يفضل انه نشيل اللوزات، مشان ما تضل بؤره انت حاملها ضمن بلعومه، باي لحظه ممكن تتفاعل سيئا وتعدي لحوالي الى جانب عدوته الشخصيه. نعم تمام. كمان دكتور اليوم على ما بنحكي نحن كمان عن فيروس كورونا يلي كثير اعراضه كمان عم تتشابه مع هذا المرض، كيف فينا نفرق بيناتهم؟ مو هل ممكن انه يتطور لحتى نحن نفوت بهذا الخطر كورونا؟ هلا كورونا موجود، تمام، يعني هو صاير كورونا عم يجي هجمات من انه ينام شوي وبيرجع وهلا عنده هجمة ارتدادية، تمام، بكل انحاء العالم، ونحن جزء من العالم. ومع وجود البرد او قدوم فصل البرد رح تقوى اكثر كورونا، انه هي جزء من الفيروسات بسبب رشح، فرح تنشط قطعا. ولقينا انه حتى بالحراره ما قدرنا نقضي عليها، هلا فيروسات الرشح العاديه بتخمد بالحراره، اما هذا اقوى من فيروسات الرشح العاديه، لذلك حتى بموسم الصيف اذا بتتذكروا بتموز اجتنا هجمه فظيعه. هلا رح تجينا هجمه بموسم الشتاء او موسم الخريف، فنحن ببلش ممكن يبلش قريب عادي، اذا قدرنا نحصره طبعا بالفحص السريري لدى الاطباء بيقدر يتوجه انه هذا بدايه قريب عادي ولا كورونا. 2، تطور الاعراض، اذا تطورت الاعراض قدرنا نسيطر عليها 3 يومين 3 وما زادت الحرارة أو ما زادت الأعراض، ما زادت الأمور الثانية، معناتها هذا ضمن السيفتي تبع الرشح العادي. لا، معناتها دخل كورونا، لأنه وقت أنت بتترشح رشع عادي نزلت مناعتك، كورونا قاعد على الباب، بهمه أنه أنا هجمت عليكي، حربي بينك وبين مناعتك، وقت تكون مناعتك ضعفت قطعا راح تنقلب اعراضك من رشع عادي لكورونا، راح تتطور اعراض للاسوء والى اخره، وتظهر عنا بمظاهر مختلفه، من بينات التهابات الاذن، حكينا سبق في احد المقابلات باحد المحطات انه التهاب الاذن الوسطى الحاد عند الاطفال قد يكون كورونا، لانه الكورونا قاعده بالبلعوم الانفي ورا الانف، تدخل دغري عبر نفير استاج للاذن بتعمل التهاب اذن، بيعتبروها الناس التهاب عادي، لا هو كورونا، لانه اعراضها بتتطور اكثر والى اخره. فمن نحط كورونا ضمن نصب، يعني بنقول كورونا حتى يثبت العكس، تمام، حتى ما يزيد الفوعه الالتهاب وما تزيد العدوى. يعني لا، انا بعزل الطفل اللي شاكك بامره ما عنده شيء، بعزله كم يوم احسن ما انه لا خلي اخذ رشا عادي، لا ممكن يقول باي لحظه لكورونا، تمام. خلينا ننتبه للقصه هي، لانه الحقيقه عن جد كورونا مزعج جدا ولن يقضى عليه الا بتواجد اللقاح، ونتمنى انه يتواجد اللقاح في قريب العاجل. نتمنى هذا الشيء اكيد. يعني دكتور مثل ما بتقولنا دائما بكل اللقاءات، الوقايه ثم الوقايه، وما تماما نستهين ابدا، ضروري ونقول الامور بخير ونحن تمام وما في شيء، وشو هي هالكمامه وشو انا هلا ملاحظة العالم بلشت تستهتر تماما، يعني انه ما عاد في شيء، موجه خطيره. ايه، ما انا برجع بنصحهم انه رجعوا للكمامه، التباعد قدر الامكان، مو قدر الامكان، يجب التباعد أكيد. وتغسيل الايدين قبل ما ناكل، قبل ما نشرب، قبل ما اي شيء. يعني وقت بتوقع الكورونا مو مسحه، يعني اعراضها ممكن تكون بسيطه اذا جسمه قوي ونتغلب عليها، وكثير دراسات قالت عم تعطي عم تعطي هذيك المره اعراض مختلفه، هلا ما بنعرف شو بتعطي. يعني هلا انا عم بلاحظ، لاحظت ببعض بعيادتي، شفت من كم يوم رجعت اصابات كورونا قبل ما شفت، يعني اجتنا فتره باوائل ايلول خفت شوي، هلا عن جد من 4-5 ايام او حتى اكثر شوي بلشنا نشوف انا وغيري من الزملاء كورونا بكل معنى الكلمه، على بنيه التهاب لوزات او على بنيه رشح عادي طلعت هي كورونا.
فيعني بتمنى من الناس انه يحطوا بباله انه الكورونا لا تزال موجوده، وان هي على الباب واقفه ورا الباب. نعم. فخلينا مسكرين بابنا عليها بالوقايه والتباعد وما الى ذلك. اكيد، يعني دكتور عم نحاول نحن يمكن جمل بسيطه نحدد كميه الخطوره يمكن يلي بيحملها ان كان الكورونا وان كان حتى الالتهابات البصريه يلي مثل ما قلنا بتودي للكورونا. من الالتهابات يلي عم نحكي عنها بنسمع كثير بهي الفتره التهاب لسان المزمار يلي هو كمان شبيه باعراض الانفلونزا، خبرنا اكثر عن هذا المرض. هذا مرض مخيف عند الاطفال الصغار تحت العمر السنتين. شو لسان المزمار؟ لسان المزمار هو اذا اطلعنا على لسان الطفل باخر لسان بنلاقي فيه كتله غضروفيه شكلها مثل شكل ساعه الاوميجا، ما بيهمني شكلها، بس هي عند الطفل دغري بتصاب بجراثيم اسمها هيموفيلوس انفلونزا، ما بيهمنا، او مستدميات نزليه يلي هو اسمها، دغري بتتوزم بتنتفخ، بس تتوزم بتقلب لورا. وقت بتقلب لورا هي لازم تكون ورا لسان هيك واقفه بشكل عمودية تقريبا على قاعدة اللسان، بتتعبى التهاب أو وزمة، بتصير تقيلة، بتقلب لورا، بتسكر الحنجرة، وبتسكر الحنجرة بيختنق الولد. تمام. مباشرة. تمام. فهون بنضطر ناخده على المستشفى، نعمل له خزع رغام نفتح له هون، يا أما نحط له تنبيب. فعند الأطفال تحت العمر السنتين كتير خطرة، وبتبلش برشح خلال 24 ساعة، إذا ما تعالج بتصل مثل ما حكينا الرشح ببلش بالانفلوجوب، إذا ما تعالج بيصل للحنجرة، أول شيء بالحنجرة هو لسان المزمار. كثير قريب لسان المزمار على بقية تكمل الحنجرة، فبيقلب للخلف بسكر مطرح الحنجرة، بيلاقي الولد زرق، يا بتلحقه يا ما بتلحقه. هلا عند الكبار لسان المزمار لأنه رقبته صارت أطول صار أبعد ما إنه يسكر مباشرة الحنجرة، بضل في فراغ بينه وبين الحنجرة، بسرسب بشوية هواء بنقدر ننقذه للزلمة. فما بيحتاج عادة لخزع رغامة، بشوية علاجات بيمشي. أما عند الطفل من مستوى السنتين كثير ننتبه إنه رشح قد يؤدي لالتهاب لسان المزمار يلي هو مدخل الحنجرة، وقد يؤدي إلى انسداد بالحنجرة. تمام. نلحقه نرقد فيه على المشفى، إما تنبيب أو خزع رغامة، وبتمنى إنه نلحقه ما نصل لهالمستوى هذا، لأنه عن جد التهاب لسان المزمار خطر على الأطفال بالدرجة الأولى. أكيد. يعني نصائح متعددة والحديث يطول معك دكتور نبوخ، دائما أنت موسوعة عن جد نستفيد من الأطباء السوريين الأحباء. شكرا كثير لك. شكرا. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك دكتور مرة ثانية، وتحتنا تحيتنا دائما لكل الأطباء السوريين اللي فعلا على قدر المسؤولية. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.